رجل مقابل كل 7 نساء في سوريا. هذا ما تواجهه النساء في سوريا، حيث قل عدد الرجال فقل الزواج، ولجأت النساء السوريات إلى خيارات أخرى. ترى ما الذي يحدث؟ سأحكي لكم الحكاية. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. صادرت الأحداث الأخيرة في سوريا أحلام الشباب ومنعتهم من استكمال مشاريع حياتهم التي كانوا قد بدأوها بالفعل أو سعوا إلى تحقيقها أصلاً، كالزواج مثلاً، والذي تراجعت حالاته بكثرة، فازدادت هنا نسبة العنوسة بسبب انخفاض عدد الرجال والظروف المعيشية المتردية للغاية التي تضع المجتمع أمام أولويات كثيرة قد لا يكون بالطبع الزواج أولها. بالرغم من أن النسبة بين عدد الرجال والنساء كانت متساوية في سوريا سابقاً، فإن الوضع الآن هو رجل لكل 7 نساء، نعم تماماً كما سمعتم، وفقاً للهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهي منظمة غير حكومية تعنى بشؤون السكان بحسب الموقع البريطاني. هنا نجد النساء في سوريا قد خرجن لأداء العديد من الوظائف والتقدم لها، فقديماً لم يكن من المألوف أصلاً رؤية نساء يقودن سيارات الأجرة أو يقدمن المشروبات في المقاهي، أي تلك الوظائف التي يشغلها الرجال كما يجري العرف، وربما نتيجة للهجرة لكثير من العائلات السورية في الفترة الأخيرة خارج البلاد. وفي ظل الوضع الحالي تقوم الكثير من النساء بأدوار جديدة بالنسبة إليها، حيث تجوب على سبيل المثال امرأة تدعى جميلة أشقر في المدينة مرتدية قبعة سوداء فوق حجابها، يشعر الركاب بالسعادة لرؤيتها خلف مقود السيارة، وتقول إن لديها أطفال يجب أن توفر لهم المأكل والمشرب، لذا قررت أن تعمل سائقة على سيارة أجرة خاصة بزوجها بعد وفاته. نستشعر هنا المشكلة من كلام الطالبة ميريلا أحمد البالغة من العمر 27 عاما. قالت هي سنوات الإناث فقط، فهي حقبة من النساء بامتياز، ليس للعمل فقط بل وفي بيئة الدراسة كذلك. كشفت الإحصائيات التي أجرتها جامعة دمشق أنه في كل كلية أو جامعة باستثناء كلية الطب يفوق عدد الطالبات عدد الطلاب الذكور، يوجد ذكر واحد أو 2 أو 3 ليس أكثر محاطين بكثير من الفتيات. لكن بالنظر هنا إلى الجانب المشرق لنقل ذلك، تقول بعض السيدات السوريات إن الوضع منحهن فرصة لإثبات قدراتهن وأنهن متساويات مع أقرانهم من الرجال. ففي بلدة الشيخ بدر الريفية الصغيرة في مدينة طرطوس الساحلية، أي على بعد 2 ساعات فقط من شمالي العاصمة دمشق، يقل عدد الرجال عن عدد النساء للغاية، لدرجة أنه تخشى الفتيات في الشيخ بدر من العزوبية، حتى الكثير منهن أخذن جميعهن أدواراً كانت مخصصة أصلاً للرجال. وجدت العديد من النساء السوريات أنفسهن غير قادرات على الزواج، ما دفع الكثير منهن إلى الانشغال بالدراسة أو بالعمل خارج البيت لإعالة أسرهن وتأمين مستقبل أفضل. وأنتم ماذا ترون؟ ما الذي يجب أن تفعله السوريات للتغلب على هذه الأزمة برأيكم؟ هل ستتفاقم أم لا؟ شاركونا بآرائكم.